ليك انا فاهم عليك برو، ثقيل الموضوع، بس انه يو هاف تو ميك تشويس، شادي ما في حل يعني. ايه بس ما في التزم معه وان هوبس اوف تشينجينج وما يتغير شيء بعدين، انه اكيد رح اغير معه بس تعرف شو الخبريه خبصه. ليك انت خيي تسيل الكونسيكونسز، انت شو بدك؟ اكيد انه ابارتمنت